السلام عليكم ورحمة الله. الزلفلاون، مرحبا بكم. طبيعة من العيار الكبير، يعني فريمون. اليوم كانت قناة سي نيوز الفرنسية اللي كانت تابعة كانال بلوس، كانت اي تيلي وتحولت إلى سي نيوز، كانت استدعات فرحات مهني رئيس الماء إلى حوار داخل الاستديوهات ديالهم. كما تشوفوا على الصورة هنا، فرحات مهني مشى وراه قاعد مع أحد المسؤولين تاع القناة التلفزية تاع سي نيوز، وسي نيوز كانوا أعلنوا على الحوار اللي باش يديروه مع فرحات مهني. هاو الإعلان. Président du gouvernement provisoire Kabyle. Avec lui, Yvan, vous reviendrez sur le sort de la communauté kabyle en Algérie, sa place en France, mais aussi sur la question de l'islamisme. Face à Rufol, c'est parti. Agir avec le hashtag Face à Rufol sur les réseaux. Mais avant, Yvan, un mot sur ces manifestations en Iran. Voilà. كانوا أعلنوا عن الحوار اللي باش تكلم فيه فرحات مني على قبائل في الجزائر والجالية القبائلية في فرنسا، وباش يعني يحكيوا معها. هذا هو العمل الصحفي، أنك تجيب واحد تكلم وطرح الأسئلة اللي حبيت وبكل موضوعية، يعني ما همش رايحين يخدموه ولا ضفر حتى من يمشى للسي نيوز، وكل شيء كان جاهز، يعني حتى لا ماكياج جاتو. هاي اللي كنشوفوا لما داروا الماكياج هذا بيعملوا على الفون دو تان على لا لومير، بيعملوا هذه في كل القنوات التلفزيه. هاي نشوفوا هنا لا ماكياج، يعني كل شيء جاهز، رايحين باش يبدا الحوار. الحوار باش يكون على الساعة 8 مساء. لما كمل معك يبقى يستنى فرحات باش يعدي الاستوديو، ما كان والو. قالوا له من 8، قالوا 28، بعد قال 8:30، بعد جاو ليه قالوا له نأجلوها، وبقاو حاصلين. عاوديك شوفوا كيفاش الارتباك عند المسؤولين تاع سي نيوز، يعني هما اندهشوا. شوف Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'en dis rien, t'as rien? Hein? Ah non, on a le droit de rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment vous allez dire que ce que vous avez fait? Ils vont se débrouiller, je ne sais pas. الاول جابها قال انا لو دووا دو نو ريان دير، ما نقولوش علاش انت كاش تعرض واحد وتجيبه بعد تقول انا لو دووا دو نو ريان دير، ولكن بعد تراجع وها واش يقول. يقول له انايا كنت مبرمجك منذ اسبوع، وإدارة القناة المديرية على بالهم منذ أسبوع بلي راك راح تعدي. عاد يقول له جو نو كومبخون ريان، هذا مسؤول في عاد يقول له جو نو كومبخون ريان، جو نو سي با، ما على باليش، ما فهمت والو. أول مرة تحصل هذه في قناة تلفزية، هكذا يعني تجيب بنادم. أنا حصلت معايا شطرة فرونس 24، قال لي راهي تلغات الحصة، حصة اندارت، ولكن بعد أنايا راسلت مديرة فرونس 24 صلت نصران، بعد اعتذروا وعاودوا دعوني الحصين أخرين وكذا، وهي لعب. علي شوف
on doit le discuter. Oui, bien sûr, ben évidemment. Je crois bien que je me fous dans une merde noire, je ne sais pas comment on va réagir. Nous sommes dans une merde noire. Et si, là, la merde noire. Cool. Je te tiens au courant. Tu dis un mot, disons que. Je connais pas les pressions, je sais pas. Donc j'attends que le présentateur s'arrange. J'y retourne. Faudra meubler pendant les 20 minutes. Hein. Et vous, pour les 20 minutes, là, il faudra meubler. Oui, bah, en plus. Je suis vraiment, mais c'est invraisemblable. Après, c'est invraisemblable. C'est la première fois que ça arrive. Ton explication est la bonne. Je pense qu'il. Je suis vraiment, mais c'est invraisemblable. La première fois que ça arrive. Mais cela dit, ton explication est la bonne. Je pense qu'il y a dû avoir une pression d'Alger. Ou... C'est sûr. Il n'y a que ça. Quand même que la chaîne accepte de reculer. Alger sur l'Élysée, l'Élysée sur le canal. Eh bien, dis donc. Bon, je dirais que nous parlerons une autre fois. Je vous promets de parler une autre fois d'actualité avec le président de la صعب اللي كان ضغوطات وقال له فرحات قال له دزاير لليزي سينيوز هذا شيء عيب كبير عيب كبير انك دولة ما بقاتش دولة في الجزائر ما تكون دولة ما يهمش يعرضوا اللي بغاو يا اخي في القنوات التلفزيونية ديالكم ما تعرضوش ما يتكلمش الصحافة غالقين عليهم اللعب بصح مش داك تروح للناس تبهدل بروحك تبهدلوا برواحكم يا وجه البخس وجه البخس تاع الصح راح باش يتكلم راهو حر يهضر واش بغى واش خايفين منه هذا يدل على خوف دولة بدبابات بالبترولكم بالغاز بالسرقة بكلش وتخافوا من راجل يجي يتكلم مع 10 دقائق في قناة تلفزية بالفرنساوية اون بليس تاع ما كانش بزاف يفهموه وماشي بزاف يشوفوا سي نيوز وهكذا قولوا شحال من واحد يشوف سي نيوز وشحال من واحد راح يفهم واش راح يكون التاثير هكذا برك يا خليها تجوز تقدر ديروا تبهداين وذا ها الناس تسمع بيك شفتوا كاش ديروا جيبوا في تبهدايل لرواحكم يا ولاد الحرام جيبوا في تبهدايل الجزائر انتم وجوه البخس انتم وجوه التبهدايل من بكري ولكن تقعدوا تدخلوا تقولوا كيفاش وكذا منا وردوا التليفونات ايه من بعد اتصلوا قناة سينيوس اتصلوا بفرحات يقولوا له يعني هما باش يقولوا انه باسكو علاش الحكومة الفرنسية ترضخ علاش الحكومة الفرنسية ترضخ ضغوطات تاع عراية تاع دي فوايو وعلاش لانه نهار 9 و10 أكتوبر إليزابيث بورن الوزيرة الأولى الفرنسية باش تنتقل للجزائر باش تروح للجزائر وراش قالهم الجزائر قالهم إذا عندي فرحات في سي نيوز ما كان لها تجي إليزابيث بورن شريك الشونطاج تاع العراية شوف من يتضبط يضحكوا عليهم حتى شبعوا بالزيارة تاع وزيرة أولى ماشية باش زعما يكملوا هاد الاتفاقيات اللي تمت أثناء زيارة ماكرون للجزائر باش زعما ينفذوها وتولوا تربطوها بمداخلة وحوار تلفزيوني تاع زعيم حركة هذا ولا فيكم يخوفكم ولا ايه ولا هو بالنسبه ليكم انتم اقزام قدامه وزدينا على ايه وي مالينا فوتخو بترول فوتخو غاز داغار لارجون كو فوليت تو سكو فوز افي فو تانك فو سكود سي با مو تو سكو فوز افي فوز افي بور دان هوم فوز افي بور دان هوم كي فا ريان فير كي فا بارلي سي تو هذا ما كان راح يهدر راح يهدر تخافوا الهدرة بس كنتم ما تعرفوش تهدروا إيه سان البروبليم تاعنا سكو ما يعرفوش يهدروا قال بون خويا جيبوا واحد يناقش معاه بعثوا واحد من السفارات تاعك يجي يناقش معاه
إيه باش تناقش مع فرحات مني لازمك تقرا 10 سنين فلسفه ودير 5 سنين تكوين اطارات وثلاث سنين وانتايا في العلالي. وهذا ما كانش ما عندكمش. اسكو العصابه هذه يخدموها الا الاغبياء، يخدموها الا عديمي الكفاءه، يخدموها الا المنبطحين، يخدموها الا الرخاص. ما كانش واحد اللي يقدر يجي يواجه الفرحات المهني ولا اي معارض، لا اي معارض قادر يواجهه على بلاطو التلفزيون. كاش ما عندهمش. على هذا نشوفوا انه في القنوات التلفزيونيه الجزائريه ما كاش نقاشات، نقاشات ما كاش، يا با ديبا، باسكو ما عندهم والو، فارغين. فوالا نوتر سكوندال العصا العصابه العرايه ان سو غونغ دو فويو كي غوفيرن توت ان بي بار لا فورس بار لا ريبريسيون هكذا. مي تعياو تعياو وترحلوا كاع. الله اكبر، هشام عفوان، هشام عفوان.